على ذكر هذا الأمر، الجزائر لها موقف مشرف. نتحدث هنا كقيادة وشعب من مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني. القيادة الجزائرية ترفض هذا الأمر مطلقا، نفس الحال مع الشعب الجزائري الذي يبرهن في كثير من المواقف على دعمه اللامحدود للشعب الفلسطيني. ما هي الكلمات التي تود أن تذكرها الآن في حق الجزائر؟ لو فتحت الطريق للشعب الجزائري العظيم لجاء قيادة وجيشا وشعبا إلى فلسطين بالكامل، ولما بقي أحد في الجزائر. هذه الجزائر يعني هذه الجزائر لا يعجز المرء عن شكرها، لها نكهة خاصة، لها حب خاص. الجزائر يوما من الأيام لما قالت ننصر فلسطين ظالمة ومظلومة، والله أصبحت هذه نهجا، نهج حياة، نهج جهاد، نهج قتال، نهج مجاهدين من ابو مدين حتى من سبقه احمد بن بل ومن جاء بعده، يعني كلهم عظماء، كلهم ابطال. والجزائريون منسجمون مع انفسهم، حماهم الله، نقول لهم حماكم الله من كيد الكائدين، انهم يكيدون لكم والله من عن يمينكم وعن يساركم، احذروا احذروا احذروا، هناك عيون ولصوص ومجرمين وقتلة يحقون بكم وينهون لكم ما ينويه الشيطان لعباد الله، فاحذروهم. نقول لكم إننا نحبكم في الله ونحب الشعوب العربية المغربية والتونسية والجزائرية والمصرية في الله حبا عظيما، وندرك مدى ارتباطهم العقدي والديني والوطني بفلسطين وكل قضايا الأمة العربية والإسلامية. ونقول للإخوة الجزائريين يعني في الحقيقة أننا نرصد كل خلجات النفوس، والله نلاحقها ونتابعها، وحتى أننا بدأنا نكتب السيرة الذاتية لكل أبو جهل وأبو لهب خرجوا عن الصف وعن الإجماع، وليس من بينهم أي جزائري على أي حال.